خصوص الجزئية الثانية اللي ذكرتها اللي هو مسألة حتى الآن لم يتم البت في طلب تدبير الوقتي أو التدبير الوقتية ايه وتعليق العقوبة. هذا نعم، أنا يعني لا أتفق أنه هناك يعني حتى الآن لا أتفق لماذا مركز التحكيم الرياضي السعودي لم يبت في هذا، لأنه بشكل عام التدابير الوقتية عادة دائما يتم البت والفصل فيها على وجه العجالة وبسرعة، لأن هي أساسا يعني تكون مستعجلة، فبالتالي يعني مفترض كان يتم الفصل والبت فيه على وجه الاستعجال، ويعني مفترض أنه خلال 24 ساعة يتم الفصل فيه، خاصة موضوع طلب التدابير الوقتية. يعني ما لا يعني أنا أشوف أنه ما لا هناك من وجهة نظري قانونية، ما أشوف أنه هناك ربط بين البت موضوع التدابير الوقتية وبين تشكيل هيئة المحكمين للنظر في المنازعة. بإمكان مركز التحكيم الرياضي السعودي بحسب صلاحياته أن يقوم بتعيين محكم مفرد واختار محكمين حسب الأبجدية، ويتم النظر في طلب التدابير الوقتية ويبت فيه سواء بالموافقة أو بالرفض، لأنه دائما طلب التدابير الوقتية يتعلق بأنه أنك أنت تحاول أنك تتجنب ظهر يعني ضرر قد يعني أبو يوسف. يعني هل من الممكن أنه مركز التحكيم الرياضي ينظر في طلب التدابير الوقتية قبل قبول الاستئناف؟ نعم ممكن، لأنه أوكي. لأن موضوع طلب التدبير الوقتي ما له علاقة في مسألة المنازعة راح يكون سوف تنظر عبر هيئة المحكمين. بإمكان الفصل في موضوع التدبير الوقتي وسواء بالموافقة بالرفض. جميل. بالموافقة بتعليق العقوبة، وبالتالي لحين البت في القضية بإمكان يتم رفع العقوبة، وبالتالي تستمر القضية حتى يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم. ولكن جميل. في حال أنه قررت هيئة التحكيم أو مركز التحكيم ممتاز برفض الطلب، طبعا هذا من صلاحيات مركز التحكيم الرياضي السعودي. ممتاز. أكيد اليوم مركز التحكيم الرياضي السعودي كذلك اعتمد عدد من الأسماء كمحكمين جدد، وعددهم 7 كان، وفي أسماء كثيرة طبعا ليس فقط من المملكة العربية السعودية بل يمكن من عدة دول موجودة، سواء من قطر، نتكلم عن في من لبنان، من عندنا كثير من الإمارات، فعندنا كثير من المحكمين الجدد. هذولي بالإمكان أن يدخلون في القضية الجديدة؟ نعم ممكن ووارد، وهذه خطوة أنا أراها خطوة موفقة من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي بضم عناصر جديدة من المحكمين، ويكون هناك تنوع في الجنسيات وتنوع في اللغات، وتكون متاحة لجميع حتى اللاعبين الأجانب الآن اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية وتحدثون اللغة الفرنسية، بإمكانه الاستعانة أو هناك أي منازعة الاستعانة بهؤلاء المحكمين الأجانب، لأن في محكمين أجانب وفي محكمين عرب وفي محكمين سعوديين، وهذا طبعا هذا يعني يعطي خيارات أوسع لأطراف المنازعة باختيار المحكم المناسب لهذه أو للمنازعات بشكل عام. جميل.